Take some exercise every day. مارس بعض التمارين كل يوم. هاي القطعة موجودة صفحة 10 بكتاب الطالب. أهم الأسئلة الوزارية اللي جت عليها تجي بصيغة فراغ وأنت تملي الفراغ. An average of 8 hours كمعدل 8 ساعات. A night بالليلة الواحدة is about right. هي كافية. Use an imperative to give advice. استخدم صيغة أمرية لكي تعطي نصيحة. أنت المفروض حافظها. Get enough sleep. هذه تكتبها بالفراغ وتكون جاوبت على السؤال بصورة صحيحة. 2. It's the important meal of the day. أهم وجبة في اليوم. Never miss breakfast. لا تفوت وجبة الفطور. At least على الأقل. Liter and a half. Liter ونص. Every day. كل يوم. Tea, coffee and soft drink are not water. الشاي والقهوة والمشروبات هي ليست ماء. أيضا يطلب من عندك أنه تكتب صيغة أمرية لكي تعطي نصيحة. تكتب له drink plenty of water. هاي كلها جاية في وزاريات سابقة. النقطة الرابعة. An average كمعدل of 8 hours. 8 ساعات is about right. هي كافية للنوم. تكتب له get enough sleep. نام بصورة كافية. النقطة الخامسة. Get them tested once a year. افحصهم مرة بالسنة. Look after your eyes. تكتب لها العبارة. اعتني بعينك أو بعينيك. It's the important meal of the day. أيضا هذا السؤال مكرر قبل شوية. كذلك بقية الأسئلة يعني تتكرر بالوزاريات. فأنت المفروض حافظها وتجاوب عليها من خلال معنى الجملة. ننتقل للموضوع اللي بعده. Expressions of quantity. عبارات الكمية. Exercise. تمرين. هو غير معدود. أكيد نخلي معه أو نختار much. Many مع المعدود. Exercise غير معدود. فنختار much. النقطة الثانية. دائما الكلمة اللي تشوف نهايتها S معناها معدودة. A few. Many مع المعدود. Much. A little مع الغير معدود. وهكذا. أسئلة أيضا تكرر. وهاي الوزاريات اللي إجت في سنين سابقة على هذا الموضوع. نجي على موضوع مهم اللي هو used to. اعتاد على. ثلاث صيغ بي. صيغة المثبتة والمنفية وكذلك صيغة السؤال. السؤال اللي إجا عليه رقم واحد هي not by. إذن هاي صيغة النفي. إحنا لما ننفي صيغة use أو used to خلي بهاي الصيغة didn't use to by والفعل يكون مجرد. He didn't use to buy. نحذف الدي من use لأنه عندي didn't اللي هي الأفعال اللي تجرد الفعل من كل شيء مضاف لها. Didn't use to buy. He didn't use to buy Armani clothes. هو يذكر لك بالمطلب انه استخدم used to. النقطة الثانية. He used to من خلال وجود used to والصيغة مثبتة. فأنت تعرف بعد used to تخلي فعل مجرد خالي من أي إضافة. فالاختيار الأول هو الصحيح. He used to organize matches for the student at the weekend. نقطة ثالثة. Cities. أيضا الصيغة المنفية. Didn't use to. ونجيب الفعل نخليه مجرد. الصيغة الرابعة أيضا منفية. نفس الحالة. هنا تغيرت هاي الصيغة. دور ثاني 2016. ينطيك إياها مع أداة سؤال. أنت المفروض ترتبها
صيغة استفهامية نقدم الدد على الفاعل، طبعا بعد ما نخلي أداة السؤال، ومن ثم الفعل المساعد did، ومن ثم الفاعل، ومن ثم الفعل الرئيسي اللي هو use مجرد، نكمل الجملة to have fun. أيضا صيغة أخرى girls go to school، question with the used to، يعني اسأل بصيغة used to. مفروض أنت صيغة السؤال مال used to حافظها، did خليها في بداية الجملة، بعدها الفاعل girls، ومن ثم الفعل مجرد use to go to school. وهكذا ترتيب الجملة، وهنا ثلاث صيغ المفروض أنت حافظها: الصيغة المثبتة، والصيغة المنفية، وصيغة السؤال. Comparative with used to، المقارنة مع used to. صيغة السؤال شلون تجي؟ Education is better than 50 years ago، التعليم هو أفضل من قبل 50 سنة. صيغة السؤال تجيك بهالطريقة، والمطلب يقول لك use، استخدم صيغة as instead of than، يعني بدل لي هاي صيغة المقارنة بصيغة as. قاعدة احنا المفروض نحفظها، هاي الأشياء كلها موجودة بالملزمة، فحاول انه تحفظ الصيغة وعلى أساسها ترتب، انه education تنزلها، ومن ثم is نخلي بعدها not، ومن ثم as bad نخليها بين الاز والاز، ومن ثم نخلي it used to be، education isn't as bad as it used to be، التعليم ليس سيئا كما كان عليه. ايضا صيغة اخرى للسؤال families، العوائل، are not as، تختار انت دائما بين الاز والاز تخلي صفة مجردة، هاي القاعدة سجلها يمك. صيغة أخرى للسؤال life is not as، أيضا عندنا as باز، الصفة تكون مجردة يعني مو صيغة مقارنة. doctors are، وعندك اختيارين، عندنا than، إذا الصفة المفروض تكون بصيغة مقارنة وليس مجردة، نختار better. وهكذا بقيت الأسئلة نفس القضية. الآن الموضوع هو استخدام used to والمضارع البسيط والماضي البسيط. الأسئلة اللي جاية عليها هي هذه: we، وعندنا اختيارين، have security cameras، من خلال معنى الجملة احنا ما كان عندنا كاميرات أمنية، but now، لكن الآن we have 6 of them، لكن عندنا الآن 6 من عندهم. من خلال معنى الجملة نختار الصيغة المنفية، ما كان عندنا كاميرات مراقبة لكن الآن عندنا 6. صيغة أخرى للسؤال she، منطق إياها أو يريد، used to بصيغة منفية، didn't used to، والفعل ينزل مجرد talk. كمل الجملة so much، but now she never stops talking. كمل الجملة. النقطة الثالثة she wear glasses but now، هذه صيغة مثبتة، ما طلب من عندك لا نفي ولا سؤال، she نزلها used to وتنزل الفعل مجرد. النقطة الرابعة عندك اختيارين have والcat، يقول لك استخدم صيغة used to. الصيغة الأولى مثبتة used to have، used to تنزلها، الهاف فعل مجرد. أما إذا لقيت شيء يدل على المضارع، دائما يستخدم هو هنا كلمة now، فأنت تخلي الفعل في صيغة المضارع، تنتبه على الفاعل إذا كان he أو she أو it،
فتخلي لأس الشخص الثالث. أما إذا دل الفعل على الماضي مثل هاي السؤال اللي بعده last week، last يدل على الماضي، فتخلي الجملة الثانية اللي هي بعد جملة used to بصيغة الماضي، steal الماضي مالتها stole فعل شاذ. أيضا الجملة الأولى تكون هنا مثبتة used to، وهكذا بقية الأسئلة. السؤال التاسع there be a house here، وأيضا نعطينا knock يعني صحح فعليا يعني. use the correct form of used to، استخدم الصيغة الصحيحة من used to and present or past simple يعني بالجملة الثانية. أما تستخدم مضارع أو ماضي بسيط حسب الدلائل اللي عندنا. ago يدل على الماضي، إذا خلي knock بالماضي فعل قياسي نضيف لأيدي. الجملة الأولى مثبتة، لا هي منفية ولا هي سؤال، نخليها صيغة مثبتة used to، ننزل الفعل بصيغته المجردة be. أيضا هذه بعض الأسئلة عن هذا الموضوع، كلها مكررة نفس القضية، ماكو شيء جديد. أسئلة وزارية سابقة من سنوات من 2014 إلى تمهيدي 2022. أيضا هذا الموضوع جت عليه أسئلة كثيرة، حاول أنه تطلع عليها وألتقيكم في فيديو قادم لتكملة بقية الدروس. مع السلامة.